مخدرات رانا نشوفوا فيها طريقه فظيعه والله العظيم، ما كاين ارقام خياليه وراهي تزيد ماهيش تنقص. على الجان ماهوش يمارس في النشاط كاش نشاط، مانيش عارف انا ترفيهي تجاري ولا يروح للطريق السهله ينسى. ما لازمش تنسى، وكي تنسى اليوم وغدوه تلقى روحك كبرت بلا فايده. وثاني كمان ما كاش رسائل راهي تتمد، بالعكس رسائل غير اللي تشجع مع الوالدين مع الجوارين مع المحيط اللي داير به. مانيش عارفه بدات دوك تداول هذه المخدرات، راهي في كل بلاص، راهي حتى في المدارس الابتدائيه. انا كاين واحد الدراري الصغار راهم يتعطاو المخدرات، وهذه كيفاش راهي تدخل المخدرات هذه؟ ما فهمناش علاه راهي لحقت لهذا الحد. رانا انا كمربيه راني نحاول مع ليجان، رانا نحاول نعطوهم تطورات جديده، نحاولوا نطموهم مع بعضهم بعض باش يخفوا. واكبر دليل عندنا مهرجان ولائي تاع الرياضه الترفيهيه، رانا نطمينا فيها بالك واحد فايت 100 شاب. هذو كيكونوا مع بعضهم بعض يقدروا يساعدوا بعضهم بعض، وصدقيني كيكونوا مع بعضهم بعض في التواصل وقراب لبعضهم والله العظيم غير يعاونوا بعضهم فوق اللازم، ما لازمش يبقى كل واحد وحده. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.